الانتخابات السابقة، ربما العديد من الانتخابات لكن السابقة تحديدا، شهدت عزوفا كبيرا للناخبين، وهذه كانت من الدلائل التي تشير إلى فقدان الثقة بالمنظومة الانتخابية. وحقيقة لا يمكن لنا أن نستند إلى عملية ديمقراطية حقيقية بدون وجود نظام انتخابي محط ثقة المواطنين. العراق مقبل على تحولات كبيرة، العراق مقبل على تحولات كبيرة، ونحن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية تعيد الثقة بمنظومة الحكم في هذه البلاد. من الإصلاحات المطلوبة هي مراجعة المنظومة الانتخابية، مراجعة جدية وهادفة، وتؤمن للعراقيين الفرصة للتعبير عن إرادتهم ورؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وبدون تلاعب. أنتم مجموعة من الخبراء والكفاءات الذين ارتأينا أن نستمع إلى رؤيتكم ومشورتكم حول هذا الموضوع الحساس الذي يمكن أن يكون بمثابة المنطلق لإصلاح المنظومة السياسية. النقاشات هنا هي نقاشات مهنية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. نعتمد تجربتنا في هذا البلد، والتجربة تشير إلى أن منظومة الانتخابات محط تشكيك المواطنين ولا تؤدي بما هو مطلوب من مؤسسات وتشكيلات تؤدي بنا إلى حلول لبلدنا، وتؤدي بنا إلى تقديم ما هو مطلوب لمواطنينا. نجتمع ونحن في ظروف بالغة التعقيد، والبلد يمر بتحديات كبيرة، ومواطنينا يتطلعون إلى أجوبة جدية لاستحقاقات الإصلاح في بلدنا. هذا الاجتماع مرة أخرى مهم جدا لي كرئيس للجمهورية. وعدت في مناسبات سابقة، وآخرها كانت الكلمة التي ألقيتها بمناسبة الاحتجاجات التي اجتاحت بلدنا قبل أيام. مراجعة منظومة الانتخابات نقطة مهمة ومنطلق مهم لإصلاح المنظومة السياسية. سأكون سندا لكم، نعتمد عليكم، ومن هذا الاجتماع نذهب إلى تشاور مع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية. ليس لنا قرار مشخص بحد ذاته، وإنما هذه مداولات. نستمع إلى الخبراء، نستمع إلى الكفاءات الوطنية، ننطلق من ذلك إلى حوار وطني مع الأطراف المختلفة كي نأتي بمنظومة تلبي تطلعات المواطن العراقي، كي يكون حقه الأساسي في التعبير عن إرادته مضمونا وغير قابل للتلاعب. اليوم يصادف أيضا ذكرى الاستفتاء على الدستور قبل 14 سنة من الآن. هذا الدستور الذي ارتضيناه فيصلا لحكم بلدنا ولمشاكلنا وللرؤانة المتباينة بين الحين والآخر. لكن بعد هذه السنوات من هذه المنظومة، لنا أن نعتز بما أنجزناه من منجزات سياسية، لكن أيضا أمامنا استحقاق مراجعة هذا الدستور والاستماع إلى شعبنا والوقوف على ما هو مطلوب في ضوء التجربة العملية من العراقيل التي تعرقل الحكم الرشيد وتوفير الخدمات والإصلاح المطلوب لمواطنينا. أيضا كما قلت في مناسبة الاستفتاء على الدستور، مع الاعتزاز بتجربتنا وما حققناه خلال الفترة الماضية، لنا الجرأة أن ندعو إلى حوار وطني نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم في بلادنا بما يؤمن تطلعات مواطنينا إلى الحياة الحرة الكريمة. وإن شاء الله بهذا المنطق، بمنطق الانتصار إلى حقوق مواطنينا،
إلى مستقبل بلدنا الذي نريده أن يكون مستقبلاً مشرقاً واعداً زاهراً، إن شاء الله نتمكن من ذلك. مرة أخرى شكراً على جهودكم، شكراً على مساهماتكم، وهذا جهد وطني سيسجل لكم إنجازاً إن شاء الله لخدمة هذا المنطقة.